ولتسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية في إيران ومدى تأثير نتائج هذه الانتخابات على الوضع السياسي في الداخل الإيراني وفي الإقليم والعالم، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أهلا ومرحبا بك أستاذ كامل. مرحبا بك، أهلا بك. بداية، وقبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أعلن عن انسحاب اثنين من المرشحين الستة للانتخابات الإيرانية، في صالح من يصب انسحاب هذان المرشحان من خوض الانتخابات؟ يعني معروفة أنه لجنة صيانة الدستور هي التي فلترت المرشحين، ووجودهم وانسحابهم كله مرتبط بالسباق لإرضاء ولي الفقيه سيد علي خامنئي، ولهذا يعني لا أظن أنه هذا الانسحاب سيؤثر على المرشح اللي هو أوفر حظا بالفوز ليكون قريبا من ولي الفقيه الخامنئي والحفاظ على النظام لنظام المحافظين اللي الشعب الإيراني الآن مستسلم تماما، وخاصة بعد العزوف الواضع الانتخابات البرلمانية التي مرت. وهذه الانتخابات رغم هنالك أخبار على أنه المصوتين هنالك تزايد من المصوتين، ولكنه بالنتيجة سيبقى النظام وسيبقى المرشحين هم الداعمين للنظام المحافظ القريب من ولي الفقيه. نعم، تؤكد مصادر سياسية أن هناك تخوفا واضحا في الأواسط الشعبية الإيرانية من مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات وسط انتشار أمني غير مسبوق في شوارع المدن الإيرانية. هل من الممكن أن تشهد إيران اضطرابات داخلية في قادم الأيام في حال فوز مرشح بعينه؟ هذا كله جائز، ولكنه أعتقد أن النظام مسيطر وقواته جاهزة لأن تبطش وتقمع أي تحرك مضاد يعارض مصلحة النظام وبقاء النظام وثباته وضد الإرادة الشعبية. وأعتقد أن الشعب الإيراني قد جرب أكثر من مرة خلال العقد الماضي وتعرض إلى اضطهاد واضح وإلى اشتعال الشارع وإلى انتهت كلها لصالح النظام، وخسرت القوى المعارضة النزال أمام هذا النظام الذي يوميا يزداد ثباتا وقوة حتى ضد مصلحة الشعب الإيراني. برأيكم كيف سيؤثر وصول رئيس إيراني جديد على مجريات الأحداث السياسية في الشرق الأوسط، خصوصا أنه الدول التي تعاني من النفوذ الإيراني كثيرة ومن بينها العراق؟ لا تأثير يعني إلا إذا تم تغيير علي خامنئي وجاء ولي آخر إلى سياسة أخرى معتدلة تجاه الغرب وأمريكا. أما بظل خامنئي أعتقد أنه أي رئيس سيكون تابع لهذا النظام والنظام المحافظين. أما ما يتعلق بالعراق وبقية الدول اللي كانت مركزية في الشرق الأوسط ستبقى تابعة إلى النظام الإيراني ومصلحة النظام الإيراني وثباته وتدخله. نعتقد أن إيران قد نشرت الفساد في العراق وانتصرت في العراق وانتصرت في سوريا واليمن، وحتى دول الخليج الآن مرعوبة منها وتعيش بين الرعب الإيراني والابتزاز الأمريكي الإسرائيلي. ولا أعتقد أنه الدولة الآن موجودة بشرق الأوسط تستطيع أن تتحدى الموقف النظام الإيراني بالوضع الحالي. في مناظرتهما التاريخية تبادل المرشحان للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن الاتهامات بشأن عدم اتخاذ كليهما إجراءات حاسمة ضد النظام الإيراني تنهي نفوذه الممتد في المنطقة. هل ستختلف سياسة واشنطن تجاه إيران بعد فوز أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة؟ لا أظن، يعني الرئيس بايدن بوضوح الآن يداري إيران لعيون إسرائيل وحتى تكمل المذبحة ضد الفلسطينيين،
وكل الامور اصبحت واضحه، انتقلوا من قياده لموضوع تحدي ايران بالخصوص بموضوع مشروع طموحه النووي، الى انه نفس الامريكان ينتقدون الموقف الاوروبي الناقد لاستمرار ايران ببرامجها النوويه. كذلك بالنسبه الى الرئيس ترامب المرشح للرئاسه، يعني كنا نتذكر انه جون بولتون تم اقالته كمستشار الامن القومي لكونه كان يطالب ويلح على ضرب ايران وبنيتها التحتيه وبنيتها النفطيه، وكان يسخر منه عندما قاله وسماه مستر بوم. لا اعتقد ان سيستمرون باحتوائهم، واعتقد حتى لو فاز ترامب سيسعى للاتفاق مع ايران واحتوائها ودفع الشر عنها بالنسبه واستقرار الامور على ما هي عليه، واعتقد سيستمر بذلك ويبقى النظام. اللهم الا حدث امور مختلفه، واعتقد انه هذا الامر بعيد، خاصه وانه يوميا النظام الايراني يحقق مكاسب ببقائه وثباته وتحديه في المنطقه. نعم. رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الاستاذ كامل الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك.